أهلا بكم من جديد. يقولون أن هذا التشكيل ردا على حالة التشرذم السياسي التي عانى منها أبناء الساحل منذ بداية الثورة السورية. فعاليات مدنية تعلن عن تشكيل هيئة سياسية لتكون الجهة الممثلة عن أبناء أو الممثلة لأبناء المنطقة الساحلية. نتابع التقرير. دينكم الأحرار إن أبني الوطن. تشكيل جسم سياسي موحد مطلب سعت إليه طويلا الفعاليات المدنية في الساحل السوري، فكان اجتماعها الأخير مناسبة للاتفاق على هيئة سياسية رسمية للمنطقة. شارك بإقرارها مندوبون عن مدينة اللاذقية وجبلي الأكراد والتركمان، إلى جانب ممثلين عن كل من بانياس وجبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت الفعاليات المدنية في ريف اللاذقية التعليمية والصحية والإغاثية، وتم تشكيل هيئة سياسية للساحل لكي تكون الممثل الوحيد لأهل الخيام في الساحل. الإعلان عن هذا الجسم السياسي جاء فرصة للقضاء على حالة التشرذم السياسي التي يعاني منها الساحل السوري منذ بداية الثورة، حيث أكد القائمون عليه أنه سيكون صوت أبناء الساحل الصادق أينما حل ممثلوه. الهدف من هذه الهيئة هو توحيد الرؤى السياسية في الساحل، وتكون مع بقية الهيئات السياسية في المناطق الأخرى محور واحد، ويكون ويعبر عن وجهة نظر الشعب السوري بشكل عام. أهمية التشكيل السياسي الجديد تأتي من كونه منبثقا عن أبناء الداخل بشكل أساسي، لا سيما وأنه يمثل بنسبة كبيرة النازحين في مخيمات الساحل، ليكون الأقرب إليهم والناقل الحقيقي لمأساتهم التي يعانونها. محمد الأشقر لأورينت نيوز، ريف اللاذقية. نناقش هذا المحور مع سيد رمضان زمو، رئيس لجنة المتابعة في الهيئة السياسية لمحافظة اللاذقية، يحدثنا من الريحانية. أهلا بك سيد زمو. أيضا أرحب بالرائد طارق حاج بكري، المحلل العسكري، يحدثنا مباشرة من غازي عنتاب. أهلا بك أيضا سيادة الرائد. أبدأ معك سيد رمضان، لو تحدثنا بداية عن هذا التشكيل، أهداف هذا التشكيل، لماذا شكل كهيئة سياسية ممثلة لأبناء الساحل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا أود أن أشكر قناة أورينت بشكل خاص لتغطيتها الحرفية لكل مراحل الثورة السورية المباركة، وأشكركم على هذا اللقاء. بشأن الهيئة السياسية في محافظة اللاذقية، هذه الهيئة وليدة، تم الإعلان عنها والانطلاق يوم الجمعة في الثاني من شهر آذار لعام 2018. طبعا سبقنا مشكورين الأخوة في كافة المحافظات في سوريا، ربما من 8 أشهر أو 7 أشهر أو 6 أشهر أو أقل. نحن آخر من لحق بركب هذه الخطوة التي نرجو من الله لها التوفيق كما لإخواننا جميعا. بالنهاية مجموع هذه الهيئات في كافة المحافظات سينبثق عنها هيئة سياسية تمثل القطر السوري بالكامل بإذن الله رب العالمين. طيب برنامج هذه الهيئة سيد رمضان ما هو؟ نعم. هناك خطوط عريضة وهناك لوائح داخلية تنظم عمل هذه الهيئة في كل محافظة على حدة حسب ظروف المحافظة والفعاليات الموجودة في هذه المحافظة. الفكرة العامة ليس كما ترسخ في أذهان الكثيرين أن السياسة غايتها الأخيرة الوصول إلى الرئاسة، بالعكس تماما. نحن انبثقنا من الداخل حصرا، هذه الأية من الداخل حصرا، وهذا كان في ميثاق الهيئة وفي اللائحة الداخلية للهيئة. لماذا؟ ليس انتقاصا من دور أهلنا وفعالياتنا و
العمالقة الموجودين خارج الوطن أبدا. نحن بحاجة لجهد كل سوري حر شريف داخل الوطن وخارج الوطن. لكن لماذا الداخل حصرا؟ لأن أهل الداخل هم أدرى بآلامي وآمالي وأحلامي وواقع أهل الداخل. ننطلق من الداخل على أسس راسخة سليمة وفق لوائح معينة وضعها أخوة سواء في اللجان التأسيسية أو في الأمانة العامة أو في الهيئات التنفيذية طيب. التي ستنظم عمل الهيئة. طيب سيد رمضان، يعني المشاهدون يريدون أن يعرفوا بالتحديد سبب تشكيل هذه الهيئة السياسية في هذا الوقت بالتحديد، هذا أولا. ثانيا الهدف المنشود من وراء هذه الهيئة، يعني خلال 7 سنين منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة سمعنا وشاهدنا تشكيلات سياسية، ويعني هذا على الجانب السياسي وهيئات وإلى آخره، وأيضا شاهدنا فصائل، وكل يوم كنا نسمع عن فصيل جديد وعن مكون جديد. بالتالي في الشق السياسي نريد أن نعرف بالتفصيل لو سمحت. سؤال في غاية الأهمية وكنت بصدد ذكره. نعم. الجواب عنه تفضل. تم إحداث الهيئات السياسية في الداخل بعد انتكاسات هائلة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد الخدمي. لماذا هذه الانتكاسات وما الداعي لتشكيل الهيئة السياسية؟ أي عمل على وجه الأرض بدءا من الأسرة وانتهاءا بأعظم الدول والأمم على وجه الأرض لابد من إدارة، سميها قيادة سميها لجنة سميها أي شيء، لا بد من إدارة حرفية مخلصة مؤمنة تتلمس الأوجاع والآمال لتنظيم عمل كل الفعاليات في الداخل والخارج. هذه مختصر الفكرة الأساسية. طيب دعني أنتقل إلى الرائد طارق حاج بكري، طبعا يحدثنا من غازي عنتاب. أهلا بك سيادة الرائد من جديد. يعني استمعت إلى السيد رمضان، استمعت إلى أهداف والسبب الحقيقي وراء إنشاء هذه الهيئة السياسية طبعا الممثلة لأبناء الساحل. بالتالي إذا ما ربطنا الشق العسكري بهذه التحركات السياسية في الساحل السوري، كيف ترى المشهد؟ هل سيكون هناك ربما تكامل بين الفصائل من جهة وبين هذه الهيئة السياسية، خاصة وأنها كهيئة قالت بأنها ستكون ممثلة عن منطقة الساحل في أي حديث خارج البلاد، يعني مفاوضات وغيرها من التحركات التي قد تجرى فيما يتعلق بمنطقة الساحل؟ تحياتي لكم وتحياتي للأخ العزيز أبو أمين رمضان زمو، وأنا أقول له الأستاذ رمضان ولكل من معه كان الله في عونكم، فقد ولدتم في الزمن الصعب. شكرا. الحقيقة ما افتقد إليه الثورة السورية منذ البداية هو التمثيل السياسي. الثورة السورية إلى الآن لم تمثل سياسيا على الأطلاق، وكل من مثل الثورة السورية أغلبهم ليس كلهم جاء من الخارج، جاء بمهمة أو مكلف أو سفيرا لدولة أو ممثلا لدولة في الائتلاف السوري وفي المجلس الوطني سابقا. الهيئات السياسية التي انبرت وتصدرت لتمثيل الثورة كلها تعتبر من الخارج، الداخل لم يمثل على الإطلاق. لأن لماذا؟ لأن الداخل لا يملك التمويل ولا يملك الذهاب إلى تركيا وإلى غيرها وإلى أوروبا من أجل تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، وبالتالي جاء أصحاب الأموال من دول الغرب ودول الخليج ونصبوا أنفسهم أوصياء على الثورة السورية وحرفوها عن مسارها وحدث ما حدث. الآن ما أريده من الهيئة السياسية وما أتمناه على الهيئة السياسية التي انبثقت في الساحل. الهيئة السياسية في الساحل ولدت في زمن صعب، ولدت في زمن صراعات ما بين الفصائل المتناحرة الموجودة على الأرض والتي أهدافها تختلف عن أهداف الثورة السورية. الساحل يعيش وضعا صعبا، أولا لديهم مساحة جغرافية ضيقة، ليس لديهم أي تمويل، هناك فصائل متناحرة وزعامات وقتال على الزعامة فيما بين الفصائل، هناك العدد الكبير من المخيمات وأبناء الساحل بكاملهم أصبحوا في مخيمات في ريف جسر الشغل الغربي. ما أتمناه عليها السياسية في الداخل حصرا،
أولا هم مشكورون بأنهم قد اختاروا أنفسهم من الداخل بالكامل ولم يختاروا أحدا من الخارج، لأن الخارج قد تعبنا كثيرا، وأنا الآن أصبحت في الخارج وأعتبر نفسي أصبحت في الخارج، وبالتالي لا أستطيع أن أكون ممثلا للداخل، ومن يمثل الداخل حقيقة هو من يعيش بينهم ومن يعيش آلامهم ومن يقاسمهم الخبز. ما أتمناه عليه على الهيئة السياسية الآن في الساحل، سأتكلم بناحيتين، شق تنظيمي وشق عسكري. الشق العسكري أولا، الشق التنظيمي أولا ومسمى أتبعه من الشق العسكري إنه جزء من الشق التنظيمي، أولا على الهيئة السياسية بالساحل إن كانوا قادرين أن يتواصلوا مع الساحل مع أهلي الساحل وأن يأخذوا شرعيتهم منهم لكي يكونوا قوة ضاغطة هم مع الشعب الموجود في المخيمات على الفصائل العسكرية لكي تتوحد فيما بينها وتنظم مجلسا عسكريا بقيادة واحدة وبتراتبية عسكرية، ونبذ كل الفصائلي والخلافات موجودة بين الفصائل وتنظيم، ولكي يكون الفصيل العسكري المنبثق عنهم جزءا من جيش سوري لسوريا الحرة القادمة قادرا على التنظيم والقيادة. هذا بالناحية العسكرية. من الناحية الأخرى من ناحية المدنية أتمنى على الهيئة السياسية أن تتحول أو تشرف على انتخاب مجلس محلي لمحافظة اللاذقية ينبثق عنهم مكتب تنفيذي بمكاتبه تعليم وخدمات وصحة ومالية ودفاع وزراعة وكل ما يحتاجه الساحل المكاتب وقانوني وإلى آخره، وأن تشرف على تنظيم قضاء الدول لا تقوم، كل العالم يقوم على ثلاث أشياء: المجلس التشريعي والتنفيذي والقضائي. أن تشرف على تنظيم قضاء مستقل يتبعه جهاز أمن أو جهاز شرطة يقوم على تنفيذ أوامر القضاء ويعمل تحت إشراف القضاء كي لا يخل بالقوانين، كي لا ينتهك حرية المواطنين، وأيضا العمل على تشكيل على أن يكون الكل تحت حماية المجلس العسكري الذي لا يتدخل في الشؤون العسكرية لا في المنطقة ولا يتدخل في حرية المواطنين. دعني أنقل هذا الشق بالتحديد أو ما تفضلت به أخيرا للسيد رمضان زمو. سيد رمضان، يعني هل هناك بالفعل إمكانية لتطبيق ما تم ذكره من قبل الرائد طارق حاج بكري؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشكيل هذه الهيئة هل هي بجهودكم فقط؟ يعني لا يوجد أي ممول من الخارج أو أي يد من الخارج لها لربما وصول إليكم؟ سؤال مهم جدا. تفضل. صدقا لمدة 3 أشهر يتواصل معي الأخوة الذين سعوا لترسيخ هذه الفكرة وبلورة هذا الكيان. نعم. وأنا كنت متردد جدا للأسباب التي ذكرتها حضرتك. عندما تأكدت أن هذه الهيئات من أهل الداخل وبجهد الداخل وليس لهم، وشرط أساسي المنتمي إلى الهيئة المنتسب إلى الهيئة شرط أساسي. نعم. لا يجب أن يكون ممثلا أو منتميا لأي تنظيم فصائلي ولا لأي حزب سياسي ولا تابع لأي دولة ولا نقبل أي إملاءات لا من الخارج ولا من الداخل. هذا شرط أساسي لقبول الانتساب في الهيئة. هذا أولا. ثانيا من حيث الطموح، لا أخفيك الهيئة وليدة الساعة ولنا أخوة في باقي المحافظات، الحمد لله رب العالمين عملهم موفق، والسبب الأساسي لهذا اليسر في التعامل مع كل تعقيدات الداخل أننا نقف كنخبة من المثقفين، ولا نزكي أنفسنا ولا نزكي على الله أحد، كنخبة من المثقفين المنخرطين في نشاط الثورة منذ بداياتها حتى هذه اللحظة، نقف على مسافة واحدة ونحسن الظن بالجميع مدنيين وعسكريين. هذا هذا العامل والتوجه نرجو من الله أن نحصد ثماره، ونحن لن ندعي أننا لسنا بحاجة أحد. طيب دعني أنتقل إلى التصويت. سيد رمضان،
تفضل. كان لدينا تصويت على صفحة فيسبوك طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، فقد أجرى طبعا فريق هنا سوريا استطلاعه اليومي على صفحة البرنامج في موقع فيسبوك، وطرح على المتابعين التساؤل أو السؤال التالي: هل تعتقد أن تشكيل هيئة سياسية في المناطق المحررة في الساحل السوري خطوة مهمة باتجاه توحيد الآراء، أم هو إجراء شكلي لا تأثير له على الواقع الحالي؟ 45% قالوا نعم خطوة مهمة، و55% قالوا لا إجراء شكلي. سيادة الرائد سأختم معك بعجالة التعليق على هذا التصويت. 55% طبعا من المصوتين قالوا هذا إجراء شكلي لن يقدم ولن يؤخر، و45% قالوا أنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح. طالما أن هناك 45% من الذين يعون أهمية التنظيم وأهمية تنظيم الإدارة والتمثيل الحقيقي للناس الموجودين في الداخل، فهذه نسبة مهمة جدا. إذا علمنا أننا خلال 7 سنوات قد وقفنا طويلا أمام هيئات كثيرة وأمام أحزاب ومنظمات ومجلس وطني وأتلاف وجميعها كان فاشلا بالمطلق، يعني لا يوجد تمثيل للثورة، فطالما أن هناك 45% فهذه ظاهرة إيجابية كبيرة جدا، وتمنى أن تطور إلى الأحسن، ولكن الأمر يتوقف طيب على إمكانية المجلس الهيئة السياسية على أن تجد لنفسها تمويلا غير مشروط وأن تكون قادرة على الوصول وتقديم طيب خدمات ولو بسيطة إلى الناس، وبالتالي تستطيع أن تحقق نفسها وجودها على الأرض. طيب لديك تعليق سيد رمضان، شاهدتك ابتسمت عندما استمعت إلى نتيجة التصويت بأقل من 30 ثانية لو سمحت، انتهى وقت البرنامج. نعم نعم، نعم. نسبة 45% قياسا للإخفاقات التي تعود عليها الناس وذاق مراراتها، اعتبرها نسبة محترمة جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والمشاركة. طبعا سيد رمضان زمو رئيس لجنة المتابعة في الهيئة السياسية لمحافظة اللاذقية كنت معنا من الريحانية مباشرة، شكرا لك. وأيضا الشكر موصول لك سيادة الرائد طارق حاج بكري المحلل العسكري، كنت معنا مباشرة من غازي عين تاب. مشاهدينا ومستمعينا، اليوم وقبل أن نختم هذه الحلقة من برنامج هنا سوريا، نعزي أنفسنا ونعزي أهالي الغوطة الشرقية باستشهاد الناشط الإعلامي الزميل أحمد حمدان مقدم برنامج من الغوطة، والذي كان يعرض على قناة أورينت نيوز. طبعا الزميل حمدان استعرض بطريقة كوميدية ساخرة هموم أبناء الغوطة المحاصرة، واستطاع بخفة ظله أن ينال إعجاب العديد من المتابعين. حمدان استشهد اليوم في منزله في مدينة حموريا بريف دمشق في الغوطة الشرقية تحديدا، بعد استهدافه بصاروخ روسي. إلى اللقاء.